بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير، أخباركم إن شاء الله طيبين، إن شاء الله يا رب الجميع بخير وصحة وعافية، إن شاء الله يا رب ما تشوفون من الحياة إلا أجملها. قبل ما نبدأ يا حبيباتي، لا تنسين تحطي لي لايك وتفعلين جرس التنبيه وتشتركين بالقناة إذا حابة يوصل كل جديد. اليوم إن شاء الله راح نسوي مع بعض مخلل الملفوف بطريقة سهلة جدا وبسيطة وحيل لذيذة وطيبة، وهذه طريقة ماما وطريقة خالاتي بسوريا، فخلونا نبدأ مع بعض. الملفوف العادي، إذا حابة تستخدمين الملفوف الأمريكي ما في مشكلة، لكن هذا أحسن وأوفر وكسعر أفضل يعني، والطعم ما يفرق، الطعم ما يفرق. خلاص أنا أحب إذا اشتغلت أفرد سفرة عندي كذا علشان ما أسبب فوضى بالمطبخ. أول حاجة بقص الملفوفة، أنا لي طريقة بالقص صراحة بالملفوف، خلوني أوريكم إياها. أبدأ أقص كذا، تمام، شيل هذه القشرة اللي فوق، هذه اللي فيها أسود أشيلها لأني ما أحبها تكون بالأكل، فراح أشيلها. اتفقنا؟ خلاص كذا. الحين أجي هذا اللب اللي من هنا أشيله بالطريقة هذه. في ناس يحطونه بالمخلل، هذا اللب ناس تحطه بالمخلل، أنا ما أحبه فما راح أحطه. ماما تحطه صراحة بس أنا ما أحبه. غسلت الملفوف، عندي هنا شمندر صراحة، هذا الشمندر أنا جبته قبل أمس عشان يعني ما أخبي عليكم، خذيته قبل أمس بس زي ما تشوفون ذبل، بس عادي بقشره الحين، أكيد إيدي راح تصبغ، بس مكره أخاك لا بطل، عاد أحب لونه بس إنه يصبغ على المواعين، هذا الشيء اللي أنا ما أحبه فيه. ما عندي قفازات بس عادي ما في مشكلة، ما راح أقطع صراحة على لوح التقطيع، راح أقطع على إيدي عشان لوح التقطيع ما يتضرر. يا حلواتي انا عندي هنا مية مغلية خلاص، وهذا الملفوف بعد ما غسلته وخلصت، الحين ابدأ اسقط الملفوف داخل المية الحارة، اتملون الطاسة يعني كمية كذا على
يا دوبك تحسون ان الطاسه يعني خلاص بدات تمتلي. تمام نبغى نسوي الخلطة أو الشوربة أو المرقة اللي نبغى نحطها على أو الحمص اللي نبغى نحطه على الملفوف. نحتاج هنا أول شيء تجيبون جيك خلاص تحطون فيه 5 كاسات مية. تمام 5 كاسات مي، هذا مقدار الكاسة يا بنات. تعرفون كاسة الجبن، كاسة الجبن الطويلة بالضبط هو مقدارها. خلاص تحطون 5 كاسات مية، مو شرط مية حارة، أي مية زين. ونجيب الحين ملح خشن، ملح خشن يا بنات مو ناعم، خشن لازم خشن زين. تحطين 2 ملعقة ملح خشن. هذه العصافير عندي بس يتناقرون، مرة يحبون بعض ومرة يتناقرون. راح ازود شوي لان الملاعق لازم تكون مليانة. حط شوية كمان انا ما مليتهم كذا. 2 ملعقة يا بنات مليانات ملح خشن. خلاص الحين عندي هنا خل، خل ابيض تحطون 1/2 كوب. شايفين خلاص 1/2 كوب خل ابيض بس. هذه خلطة تحركين. لو بغيت تسوين مخلل لفت بنفس الطريقة نفس الكمية. تحركين كويس، تأكدين ان الملح كله ذاب. اذا حابة تحطين مي حار بالطريقة هذه اسهل لك طبعا، عشان يذوب انا ما حطيت، يفترض مي حارة عشان الملح يذوب اسرع بس عادي. هذا الملفوف خلص خلاص. انا اخلي الملفوف كذا لحد ما يبرد، لازم يبرد يا بنات، ما يصلح تعبين الملفوف وهو حار داخل العلب. سبب واحد علشان ما يزنخ تطلع ريحته، طبعا الملفوف له ريحه مزينه، بس لازم تخلينه يبرد وبعدين تعبينه عشان تخللينه. اذا حابه تخلينه على طول وهو حار راح تطلع معاه ريحه مزينه، فالافضل انه يبرد نهائيا. حطيت الملح هنا والميه، وهنا حطيت المخلل راح اخليه يبرد تماما الملفوف، وبعد كذا راح ارجع لكم. خلصت يا حلواتي وقضيت، الحين راح اقشر ثوم تقريبا الراس وراح ارجع. قشرت الثوم تمام. الحين ابغى اجيب العلب اللي ابغى احط فيها. فيكم تحطونه بعلب زجاج، فيكم تحطونه بعلب بلاستيك، فيكم تحطونه باي نوع علب تبغونه. هذه العلب ممتازه يا بنات اللي هي البلاستيك اللي امن للطعام، يعني ما يضر للتخزين، فانا اجيب منها. صراحه احب اجيب هذه اللي هي الربع كيلو احط فيها طبعا عشان ناكل وخلاص، ما افتح الثانيات. لا خلصت افتح الثانيه عشان ما اضطر افتح علبه كبيره واحتمال نطول ما ناكلها زين. الحين ببدا بشيل المية بس وبشيل الأغطية. بسم الله الرحمن الرحيم. وببدا بالعلب. اول حاجة بحط شوية مخلل شمندر زين، وبحط ثوم، وبعدين ابدا احط الملفوف. اللي تلقونها كبيرة زي كذا عادي قصوها بايدكم ونزلوها. خلاص هو بارد الحين فما ما راح يضر يعني. حيل لذيذ يا بنات وحيل طيب وسهل، يعني ما ياخذ معاكم وقت ابدا. وراس ملفوف شوفوا صغير طلع لي كميه حلوه، حلو مع الشاورما، حلو مع السلطات، حلو مع الرز. الحين ارجع احط قطع شمندر كمان.
ارجع كمان احط ثوم وارجع اعبي. قطع الشمندر هذه هي اللي تعطي لون احمر للملفوف، تخليه يصبغ. فيكم تحطون بدونه بس الافضل انه فيه. يعني يا جميلاتي تجيبون علبه زي كذا وتبدون تاخذون الميه اللي احنا حطيناها وتصبونها فوق المخلل. تمام الحين بغطيه الحين بننتقل للعلبة الثانية. بسم الله هذه حاستها فاضية يبيلها شوية. شوفوا كل ما ضغطته طلع في فراغ. احط قطعة شمندر بعد، احط فص ثوم. فيكم تحطونه بدون الثوم وفيكم تحطونه بدون الشمندر اذا تبغونه ابيض، بس انا احبه صراحة كذا يتبل فاحطه مع الشمندر. ولا بس والله يا بنات هذا مخلل الملفوف كان معاكم. اتمنى انكم تجربون الطريقة، متأكدة راح تعجبكم. وعلى فكرة اللي تبقى حابة تحفظها داخل الثلاجة يكون افضل علشان اللون ما يتغير. اما اذا انت عادي اللون ما يفرق معاكي فيك تخزنينها برا الثلاجة مدة تبدين تاكلين منها بعد ما تسوينها بعد 5 ايام، يعني 5 ايام اسبوع بالكثير فكي كلي منها. وعليك بألف عافية يا رب. وزي ما قلت بالنسبة للتخزين إذا أنت حابة تحتفظين باللون خليها بالثلاجة، أما إذا طلعتيها برا الثلاجة راح تفقدين لون الشمندر. خلاص مدة الصلاحية ما لها تاريخ صلاحية أبدا، كوني منها طول السنة طول السنين. هذه يا بنات احنا نسميها بسوريا نسميها مونة. المونة هي اللي تعيش خارج الثلاجة زي المقدوس، الزيتون، المربى، الصلصة، الأعمال المنزلية هذه تعيش برا الثلاجة عادي ما يضر عليها. طبعا عشان ما يكثر الكلام انا سعودية بس ماما سورية، وهذا الكلام يعني على من او الطريقة هذه والكلام هذا عن طريقة امي. يعني الحين انا كذا خلصت، حابة اقرب لكم الكاميرا تشوفون اللون كيف شكلهم. ما شاء الله حيل شكلهم حلو وطيب. فيكي بعد توزعين لو انك حابة على خواتك على امك على اللي انت حابة تكسبين اجر. الحين بجاوب على بعض الأسئلة اللي جتني بالبوست اللي فات، بحاول أخلي كذا بآخر فيديو بعض الأسئلة المهمة اللي تتكرر عندي في صندوق الأسئلة. أول شيء وقت ديان صالتي سألتوني قلتوا يا أم سارة ليش ما عندك تلفزيون بالصالة؟ أنا كان عندي تلفزيون بالصالة ودخلته إلى غرفة النوم لأن الصالة ما حد يقعد فيها، وأنا غالب وقت الصراحة بغرفتي، يعني إذا أبغى أروق كذا بغرفتي أو إنه أروح عند يعني زوجي بالمجلس يكون جالس أجلس معاه. وبرضه عندي تلفزيون بالمطبخ، يعني عندي 3 تلفزيونات الحمد لله بالبيت، فالصالة ما حد يجلس فيها كثير، أغلب جلوسنا يا بغرفتي يا بمجلسنا، الصالة ما حد يقعد فيها، خلاص؟ برضه سؤال ثاني جاني عن ثلاجة النخبة، قلت لي أنا سويت فيها جولة، قلت لي ثلاجة النخبة موجودة بكل مناطق المملكة، أنا ذكرت لكم أنها بكل مناطق المملكة موجودة، اكتبوا ثلاجة النخبة وتطلع لكم، خلاص؟ بس هذول كانوا أهم الأسئلة اللي سألتوني إياها. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو اليوم. لا تنسين تحطين لايك. أشوفكم على خير بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.